أوكي، يعطيكم العافية كمان مرة عشان بلشنا هلا تسجيل على يعني عندي أسجل مرتين، بدي أسجل على الباوربوينت وبدي أسجل على الستريم أو على الإم إس تيمز على أساس إنه يكون في عندي نسختين، يكون عندي قدرة أرفع لكم إشي على اليوتيوب أو على جوجل درايف. طيب بلشنا نحكي عن الميديكيشن إيرورز والاستراتيجيز اللي ممكن نتبعها حتى نقلل من فرصة حدوث الميديكيشن إيرورز. آخر شيء توقفنا عنده حكينا إنه في عنا مجموعة من الدراجز بسموها هاي ألرت ميديكيشنز وحكينا عنهم بالتفصيل. درسنا إنه في عنا قائمتين، قائمة للأمبيلاتوري كير وقائمة للأكيوت كلينيكال سيتينج. عرفنا إنه الهاي ألرت ميديكيشنز هي أدوية إذا صار في عنا خطأ باستخدامها ممكن تكون النتائج اللي ممكن يعني نتوقعها كارثية أو ممكن تصير مع المريض، ممكن تكون very significant. مش بالضرورة إنه نسبة حدوث الأخطاء الطبية مع هاي الأدوية تكون أعلى، وإن كان هلا راح تشوفوا إنه في بعض الأحيان يس ممكن تكون أعلى، لكن ليش صنفوها هاي alert medications؟ مش هذا السبب. السبب إنه إحنا إذا غلطنا باستخدام هاي الأدوية ممكن أدي لها مشكلة كبيرة عند المريض. وذكرنا أمثلة عليهم، كان في عندنا الاي في أدرنرجيك أجونيست، الاي في أدرنرجيك أنتاجونيست، حكينا الصوديوم كلورايد الهايبرتونيك سولوشن، الديكستروز هايبرتونيك سولوشن، أخذنا الإيميونوسبريسنس، ذكرنا الكيموثيرابي دراجز، الأوبيويد، حكينا مجموعة من الدراجز اللي تعتبر هاي ألرت ميديكيشن. من ضمن الهاي ألرت ميديكيشنز رح كمان شفنا إنه في عندنا الإنسولين، الوارفرين، الديتوكسين، كل هاي الميديكيشنز تعتبر هاي ألرت ميديكيشن. طيب وعرفنا إنه هاي الأدوية تعتبر هاي ألرت، إيش الخطوات العملية اللي بدي أعملها حتى أقلل من فرصة إنه يصير في عندي خطأ طبي في هاي الأدوية، وبالتالي أنا أجنب المريض العديد من المضاعفات اللي ممكن تصير لو أنا غلطت. على هاي الأدوية رابعة إلها بروتوكولات خاصة للتعامل معها، من حيث البريسكرايبنج، من حيث الديسبنسنج، من حيث الادمنستريشن، من حيث البريبريشن، من حيث الدوزنج والمونيترنج. فهي الادويه يعني مش زي اي دواء اخر، لا يصنف بانه هاي الرت ميديكيشن. طيب كيف بدي اعطيكم ريل اكزامبل على فعليا الوارفرين، لان الوارفرين من الادويه اللي نوعا ما حساسه. هلا لما نطلع على الليترتشر الرابعه، حجم المشاكل الناتجة عن مثلا الديتوكسين، عن الوارفرين، عن الانسولين يعتبر كبير. احنا بنحكي عن تقريبا مثلا في عندي 4% من الادفرس ايفنتس اللي بتصير في المستشفيات تعتبر بريفنتبل سببها الوارفرين، 10% من البوتنشال ادفرس ايفنتس سببها الوارفرين، نسبة منيحة من دخولات المستشفى سببها وارفرين او ديتوكسين او انسولين، نسبة منيحة من زيارات الامرجنسي ديبارتمنت برضو كمان سببها ديتوكسين أو إنسولين أو مثلاً وارفرين. هاي أنا يعني الأدوية اللي حاولت إني أركز عليها. على بقية الأدوية أكيد كلها they are involved in either causing preventable adverse drug events, causing hospitalization, emergency department visits. فبالتالي المشاكل اللي ممكن تكون ناتجة منها الأدوية عديدة. هلا ممكن يخطر على بالكم ليش؟ لأنه رابعة ما ننسى إنه هاي الأدوية بداية يعني they could have neurotherapeutic index زي الوارفرين والديتوكسين. الشغلة الثانية كمان إنه they are associated with increased risk for adverse drug events. يعني ما نحكي عن الوارفرين أنا بحكي عن increased risk for bleeding إذا كان الدواء يعني مثلاً الـ INR عالي، increased risk for thromboembolic events إذا كانت الـ INR قليلة. فيعني سواء كان الدواء مثلاً not effective أو not safe هو عامل لي مشكلة على الحدين ومشاكله مش سهلة. لما بحكي عن bleeding، لما بحكي عن thromboembolic events، هي مشاكل فعلياً تعتبر very significant. لما بحكي عن ديجوكسين it has very neurotherapeutic index، الليفل بتراوح ما بين 0.5 ل 0.8 depending on the reference and the clinical indication. So, يعني في عندي عن جد مجموعة من المشاكل مرتبطة بهاي الأدوية اللي بزيد المشكلة. كمان مثلا ما نحكي هيك تحديدا عن الوارفرين it has many drug-drug interactions، حتى الديجوكسين it has many drug-drug interactions. نحكي مثلا عن الوارفرين راح تلاحظوا انه في عندي مشكلة بالدوزنج. يعني لو نيجي نطلع على البراكتس انه كل دكتور بيبدأ بدوز شكل، كل دكتور ممكن يعمل دوزنج ادجستمنت بطريقه معينه، فهذا اللاك اوف ستاندردايزيشن ممكن يعمل عندي مشكله انه كل حدا بيبدا بطريقه معينه، كل حدا بعمل دوزنج ادجستمنت بطريقه معينه. برضو كمان يمكن يكون المونيترنج نفسه ما في عليه ستاندردز انها تحكمه. عدا عن انه هاي هذا مثلا دواء زي الوارفرين في عنده ماني دراج فود انتر اكشنز، في عندي العديد من المشاكل في هذا
الدراج، فبالتالي أنا كيف بدي أقلل طيب من كل هاي الميديكيشن؟ يعني كيف بدي أمنع فعليا من فرصة حدوث خطأ طبي نتيجة استخدام الدواء، إما نتيجة إنه الدوز كانت نوت أبروبريت أو المونيترينج مش كافي، أو إنه لاك أوف يعني مثلا الشخص ما عنده أبروبريت أدهيرنس تو ذات ميديكيشن، أو الشخص مثلا ما بيعرف إنه ما بصير يستخدم معه أدوية مختلفة أو هيربال سبلمنتس مختلفة، ما بيعرف شو يراقب. هذا كلياته رابعة بدنا نشوف كيف بدنا نحط له بروتوكول حتى يمنع أن يصير في عندي أو نقلل قدر الإمكان من فرصة حدوث أخطاء طبية باستخدام الوارفرين. أول شيء رابعة لازم نفكر فيه أنه لازم نوحد نظرة الناس اللي تتعامل بالوارفرين. أنا بحكي عن هيلث كير بروفايدرز. هلا بالدول خلينا نحكي حتى بالأردن، بس يمكن المستشفى الجامعي مش موجود، بالدول المتقدمة نحكي بالقطاع الطبي، الوارفرين عادة يتم وصفه، خلينا نحكي البريسكريبشن لإله، الانيشال بريسكريبشن لإله من قبل طبيب، يعني الطبيب هو مخول انه يحدد انه في عندي valid indication to start warfarin، هو اللي بيختار الجرعة الاولى، وهو اللي بيحدد التارجت اي نار، يعني مثلا انا بدي اكون 2 ل 3 ولا اقل، مثلا 1.5 ل 2.5، ولا بدي اكون 2.5 ل 3.5، هذا بيعتمد، في عندنا عدة عوامل بتحدد ايش التارجت اي نار اللي نختاره، من ضمنها الانديكيشن، يعني من ضمنها انه هل هذا المريض sensitive to develop مثلا bleeding due to increased اي نار ولا لا، he's not sensitive to develop مثلا bleeding، يعني هو مش اكثر حساسية من عموم الناس. فبالعادة بتكون انه البداية مع الطبيب، لكن فيما بعد ما في داعي يضل الطبيب يراقب المريض بالنسبة للوارفرين، بعمل delegation، بفوض إما registered nurse أو registered pharmacist. هذا الحكي فيه منه بيكون بسموه إشي بسموه warfarin clinic، هذا موجود عندنا بالخدمات الطبية وموجود كمان بالدول الأخرى، إنه اللي يعني بتولى عملية الإدارة للوارفرين كلينيك هما either nurses or pharmacists، أو ممكن يكون يعني تنين التيم يكون يعني بدمجهم التنين مع بعض. فزي ما حكينا البداية بدأتكم من عند الطبيب، أنه هو الأقدر أنه يعمل diagnosis ويحدد فعليا إيش الدوز البدائية، بعدها بيعمل delegation للpharmacists أو النيرسز إنهم يصيروا يتابعوا، صيروا يعني هم اللي يطلبوا فحوصات الـINR، هم اللي يرفعوا الجرعة أو يقللوا الجرعة بناء على الفاليوز اللي موجودة عندي. طيب إذا أنا بدي أعمل ديليجيشن أو من البداية أنا بدي أطلب من يعني في عندي different prescribers، يعني أنا في عندي أكثر من سبيشاليتي ممكن من الأطباء أنهم يطلبوا أنهم يبدوا على الوارفرين، مش بس الكارديولوجيست، احتمال الروماتولوجيست يحتاج، احتمال مثلا اللي بيعالج الأوتوميون ديزيزز يحتاج، يعني ما بعرف مين ممكن فعليا من الأطباء يحتاج إنه يكتب وارفرين. فلازم يكون مثلا عندي أنا بالمستشفى، لنفرض مثلا نحكي عن مستشفى الجامعة الأردنية، لازم يكون عندي بروتوكول، هذا البروتوكول يحدد بداية مين الأشخاص اللي مصرح لهم إنهم يبدوا وارفرين للمرضى، اللي هم بنحكي مين هم مين هم البريسكرايبرز أوف وارفرين، المسموح لهم إنهم يبدو مع المريض بالوارفرين. طيب سمحنا لا اكس واي وزد من التخصصات انهم يبدو بوارفرين مع المرضى، هل بدكم تتركوا الخيار مفتوح للطبيب انه هو يبدا بالدوز اللي شايفها مناسبه؟ ولا نحاول نعمل نوع من التوحيد، يعني نوع من الستاندردايزيشن، انه بكيس اي يفضل نبدا بهاي الجرعه، بكيس بي يفضل نبدا بهاي الجرعه، وبكيس سي يفضل نبدا بهاي الجرعه. هلا خلينا نحكي كانه جايدلاين يجمع الكل على أساس أن يكون في عنا نوع من توحيد النظرة، وما يصير في عنا يعني شتات، كل حدا يبدأ بطريقة معينة، وهذا يغلبنا فيما بعد أنه كيف بدنا نعمل دوزنج ادجستمنت. هذا ممكن اللي بلش بدوز عالي ممكن يزيد احتمالية البليدنج، اللي بلش بدوز قليل ممكن يزيد احتمالية ثرومبوإمبوليزم، اللي بلش يعني دوز أبروبريت هذا لا بيزيد هاي ولا بيزيد هاي. فطب كيف أنا بدي أضمن أن الكل يجتمع على نظرة واحدة؟ فمعناته بدي يكون عندي بعد ما أكون حددت من هم المخول لهم أنهم يوصفوا بدي أحدد بروتوكول للدوزينج للستارتينج دوز. طيب حددنا بروتوكول للستارتينج دوز، فيما بعد رابعة بدنا نحدد طيب لما يصير في عندي أنا مونيترينج إمتى بدي أراقب؟ يعني في دكتور بيحب يراقب very frequent، في دكتور بيحكي لا. طيب ليش ما نوحد كمان النظرة؟ خلينا نحكي بشكل عام، المرضى اللي بلشوا على الوارفرين المفروض نشوفها مثلا ديلي، اذا كان hospitalized every 2 or 3 days، اذا كانوا بالambulatory care، هذا إشي يكون يعني مكتوب رابع مكتوب، بحيث انا لنفرض انه انا اذا اجيت كطبيب او كregistered pharmacist بدي امسك وارفرين كلينيك،
ما بدي كمان أضلني أتغلب وأنا أدور على references، إيش يحكي لي هذا British guideline وهذا American guideline، وإحنا منرد على هنول منردش على هنول. خلاص حطوا سياسة واضحة لمستشفى الجامعة الأردنية، أنتوا مين بدكم تعتمدوا، الإيش اللي بدكم ترجحوه من بين الأقوال المختلفة، لأنه دائما في يعني ممكن يكون في خلافات، إيش اللي بدنا نرجحه إحنا هون عندنا مثلا بمستشفى الجامعة. المونترينج، سياسة المونترينج إيش بدها تكون، سياسة الدوزينج أدجستمنت إيش بدها تكون. هذا يكون إشي يجمع الكل، يجمع كل اللي بدهم يتعاملوا مع الوارفرين. أضيف إلى ذلك رابعا، لازم يكون في عندي نيوتريشن كونسلتنت، بحيث إنه كمان يعني يكون جزء مثلا من البروتوكول إنه بعد ما يكون المريض تحدد له جرعة وفريكونسي أوف مونيترينج وتارجت آي إن آر، ولازم نعمل له يعني كونسلتيشن وذ نيوتريشن سبيشالست على أساس يحكي له شو ياكل شو ما ياكل، كيف ينظم كميات الأشياء اللي فيها فيتامين كي. هذا يكون كمان جزء من البروتوكول، انه نحط عنده كبتشيك ليست انه لازم نتواصل مع واحد من النيوتريشن ديبارتمنت. يكون في عندي كمان بلان واضحه على الكونسلنج، ايش الاشياء اللي لازم نعملها كونسلنج في كل مره، بحيث انه مش انا والله اذا متذكر المعلومات بحكيها، اذا مش متذكرها ما بحكيها. حط عندي بلان واضحه ايش الاشياء اللي نعمل عليها كونسلنج. هل هذا انا حكيت لكم اياها كشيء نظري، بدي اورجيكم عن جد بروتوكول حقيقي لاحدى المؤسسات العالميه مش من الأردن، اللي حاطين هم يعني بروتوكول للتعامل مع الوارفرين. أول سكشن بالبروتوكول، هلا ممكن طبعا راح تسألوني البروتوكول حفظ، البروتوكول مش حفظ رابعة، بقدر ما هو مطلوب منكم تفهموا المبدأ تبع البروتوكول، وحتى بيوم من الأيام لو احتجتوا أنكم ترجعوا له تفهموا. لو أنا بدي أحط بروتوكول طيب لمستشفى الجامعة أو لأي مستشفى أنا بدي أروح عليه، بدي أكون شخص مبادر أطلب إنه طيب خلينا نقلل من الأخطاء الناتجة عن الوارفرين، خلينا نحط بروتوكول، بروتوكول نجمع فيه مثلاً الأطباء اللي بيتعاملوا مع الوارفرين ونأخذ وجهات نظرهم. بس على الأقل أنا يكون في عندي باكجراوند، أعرف شو الأشياء اللي لازم أتناقش فيها مع الأطباء على أساس إني أحط هاي المعلومات أخذها منهم. في البداية رابعة شو بحكي لي إنه يعني بلش يحكي انه بالبداية مين اللي مسموح له، انه يعني الصلاحيات بلش يحدد بالصلاحيات. حكت لكم في البداية صلاحية البريسكرايبينج لا الوارفرين هي للطبيب، لكن فيما بعد الدوزنج ادجستمنت المونيترينج الكونسلينج الاشياء كلها بعد البريسكرايبينج كلها بتصير صلاحيات، او يعني بصير فيها تفويض ديليجيشن من الفيزيشن لا الريجسترد نيرس اند ريجسترد فارماسيست. هذا الحكي هم كاتبينه هون عندهم بالبروتوكول عشان تكون الامور عندهم واضحه. يجوا بعدين بسكشن بي رابعه صار يحكوا اي حدا بده يبلش مع المريض وارفرن لازم يكون في عنده بيز لاين لاب تيست. طيب شو هم نار البيز لاين لاب تيست؟ ما بدي اروح ادور عليهم بالليترشر، احنا متفقين بمستشفانا نار اللي طوروا هذا البروتوكول انه بدنا يكون عندنا على الاقل، يعني مش ضروري نعملها اليوم بنفس اليوم اللي بنبدا فيه الوارفرين، يكون في عندي على الاقل لاب تيست ما يكون عمره اكثر من 30 يوم. مثلا اكون طالب له بيز لاين اي ان ار بريجننسي تيست اذا كانت هاي الفيميل وذين ذا تشايلد بيرينج ايج، ويكون عندي اذر لاب تيست من ضمنها هيموجلوبين بليتلتس هي ال تي سيرم كرياتينين ما يكون مر على اجراءها اكثر من 3 شهور. واضح؟ لاحظوا اذا نحددوا مجموعه من الاشياء قبل ما نبدا بالوارفرين، في لاب تيست اساسيه لازم تكون عندي. اوكي طيب هلا اللي حاط عليه انا اصفر معناته مهم، بس على كل في اشياء انا يمكن اكون نسيت اني احط عليها بالاصفر، لاني لما امبارح قرات اكتشفت انه لا في اشياء لازم احكيها حتى لو مش مكتوب عليها بالاصفر. اجوا بعد هيك رابعه صاروا يحكوا انه طب كيف بدها تتم عمليه الوارفرين دوزنج، احنا بدنا نوحد النظره لعمليه الدوزنج اوف وارفرين. فهون في البدايه زي كانوا بيعطونا خارطه او خلينا نحكي رود ماب، انه رح يمر عليكم جداول تيبل 1 تيبل 2 3 4 5 6. طب شو نعمل فيهم هذول الجداول؟ لانه لما تطلعوا على الجداول هاي الجداول ما لها عناوين، يعني هنول بس 1 و2 لهم عناوين، بس 3 و4 هم هيك محطوطين عندهم، مش محطوط اشي واضح. طب هاي بتمثل اي فتره زمنيه خلال استخدام الوارفرين؟ هم ما كتبوا عليهم ليه؟ لانه هم بالبدايه لما بلشوا الرابعه بالبروتوكول بهاي الصفحة صار يحكوا لنا إنه تيبل 1 may be utilized to identify patients who may be potentially sensitive to warfarin. هلا if the patient is within the first 7 days of therapy table 2 is utilized for dose adjustments. وإذا كان المريض يعني صار له أكثر من 7 أيام بلش على الوارفرين بإمكانكم تستخدموا جدول من رقم 3 ل 6. فعرفونا كل جدول شو بيمثل من ناحية تايم فريم، من ناحية إيش دوره، هل هو فور starting dose ولا هو فور يعني عفوا فور dosing adjustment، شو أستخدم هذا الجدول. اوكي فقرؤوا هذول المعلومات اللي هون، انا هلا بدي اورجيكم بس شو عملوا هذول
بالبروتوكول تبعهم. هلا في تيبل 2، خلينا بس انط على تيبل 2 بعدين برجع بحكي لكم كيف بدي ارجع لتيبل 1. في تيبل 2 اجوا صاروا يحكوا لنا انه خلال اول اسبوع كيف بدنا نبدا على الوارفرين. هذا رح يكون مخصص للطبيب لانه الطبيب هو اللي مسؤول عن انه يبدا بالوارفرين. اجوا بيحكوا لنا انه دي 1 ابدوا ب 5 ملي جرام، الا اذا كان المريض في عنده هاي سنسيتيفيتي فور وارفرين ابدوا له ب 2.5 ملي جرام ديلي. طيب كيف الطبيب بده يعرف مين هم المرضى اللي ممكن يكونوا سنسيتيف للوارفرين؟ حطوا لنا اياهم بتيبل 1. حكوا لنا هنا فاكتورز فور ايدنتيفاينج وارفرين سنسيتيف بيشنتس، ذكروا لنا مين هم هذول المرضى. فالطبيب بناء على الهيستوري اللي عنده بتطلع هل المريض مثلا البيز لاين اي ان ار عنده عالي اكثر من 1.5، هل عمر المريض مثلا اكبر من 65 سنه، هل وزن المريض قليل اقل من 45 كيلوغرام. اذا هذا المريض بيحقق اي واحده من هاي الكرايتيريا فهو بدل ما يبدا له ب 5 ملي جرام حيبدا له ب 2.5 ملي جرام. اوكي، فلاحظوا خلص احنا هيك عرفنا ايش الستارتنج دوز، ما في داعي نتحير. بعدين شو صار يحكوا له؟ بتراقب الاي ان ار within 2 to 3 days after initiation، اذا كانت القيمه اقل من كذا فانت بدك تعدل على الجرعه، اذا كانت القيمه من كذا لكذا، اذا كانت القيمه من كذا لكذا، اذا كانت اعلى من كذا بدنا نعدل. كانه يا رابعه انا برجع بحكي لكم كانه هاي خريطه بتحكي للطبيب شو يعمل، ما في داعي يرجع للاكزي ولا حتى يرجع لاي ريفرنس لانه ممكن يكون في اختلافات بالريفرنسز. احنا بدنا الكل على اساس كل الاطباء اللي بهذا المستشفى يتعاملوا مع المرضى بنفس الطريقه، مش واحد بيرجع للاكزي، واحد بيرجع للار اكس ليست، واحد بيرجع لبريتش جايد لاين، واحد لامريكان جايد لاين، وبالتالي بصير في عندنا مياه. بدنا تكون النظرة نوعا ما موحدة. بعد هيك الثلاث أيام اللي ضايلين من الأسبوع الأول إذا كان لاينار قيمته كذا وكذا وكذا وكذا، إذا أنا وضحت للطبيب رابعة بشكل مفصل كيف يبدأ وكيف يعدل خلال الأسبوع الأول. واضح؟ هلا بعد الأسبوع الأول الصلاحيات راح تنتقل للفارماسيست أو للنيرس. باجي أنا كفارماسيست مسؤول عن الوارفرين كلينيك، إجاني المريض بعد أسبوع كم قيمة الآي إن آر تبعته؟ هلا بدي اعمل دوزنج ادجستمنت. بدي اعمل دوزنج ادجستمنت في عندي ثلاث جداول، هاي الجداول عشان اختار واحد فيهم بدي اعرف الطبيب شو اختار التارجت اي ار للمريض. هل اختار انه يكون من 1.5 ل 2؟ هل اختار انه يكون من 2 ل 3؟ هل اختار انه يكون من 2.5 ل 3.5؟ برجع كمان مره باكد انه صلاحيه الستارتنج، اختيار الانديكيشن، اختيار الستارتنج دوز، التارجت اي ار، هاي كلها تحكينا للطبيب لانه هو ادرى بالدياجنوسيس. فيما بعد خلاص انا ببلش من الاسبوع الاول مع المريض وبيكون دوكيومنتد ايش الانديكيشن فور ويتش وارفرين هاز بين ستارتد، ايش التارجت اي ان ار اللي احنا حطيناه لهذا، اللي حطه الطبيب لهذا المريض. اوكي، رجع المريض بعد اسبوع رابع، انا كفارماسيست ما بتحير، التارجت اي ان ار من 2 ل 3، قيمه الاي ان ار عند المريض 2.5، ممتاز ما بدي اغير. قيمه الاي ان ار مثلا اكثر من 5 بدي اعمل تتتتتا. قيمه مش عارف الاي ان ار كانت مثلا على فرض اقل من 2 فبدي ازيد الويكلي دوز. تذكروا لما اخذنا ببراكتس 1 حكينا انه زياده بتكون على شكل برسنتج من الويكلي دوز، يعني بجمع الويكلي دوز مثلا هو بياخذ 5 ملي جرام افري داي معناته هم 35، بزيد عليهم اذا متذكرين مثلا 5% 10%، يمكن اضطر اني اعطي تو ديفرنت سترينكس. هذا الحكي كلياته اذا متذكرين حكيناه لما اخذنا الكيس اللي شرحنا عليها الوارفرين بالتفصيل. بس الفكره الرابعه انا ما بدي نحفظ، انا ما بدي نحفظ ارقام ولا كيف نعدل، انا بدي نفهم انه لو انا في عندي بروتوكول يساعدني ويعرفني كيف اعمل مونيترنج، كيف اعمل ستارتنج للدوز، كيف احدد الفريكوانسي اوف مونيترنج، هذا كلياته رابعه بخفف علي من عبء انه حتى لو ما عندي نولج كافيه انا على الاقل في عندي شيء يهديني له الدليل، يعني في عندي دليل يهديني الشيء اللي انا بدي امشي عليه، الطريق اللي انا بدي امر فيها. اوكي، طيب يجوا هلا بدهم يحكوا لنا انه في مجموعه جداول بهاي الصفحه بتساعدنا كيف نحدد الفريكوانسي اوف اي ان ار مونيترنج. طيب انا بدي اعرف عن جد كل امتى طيب بدي اراقب لهذا المريض الاي ان ار؟ ففي عندنا بسكشن اف لابراتوري مونيتورنج المينتيننس، هذا خلص المريض هلا ستابلايزد كيف بدي اراقب له الاي ان ار؟ طب اف نوت ستابلايزد كل مره اراقب كل امتى اراقب له الاي ان ار؟ اوكي، هو بيحدد لي فريكوانسي اوف مونيتورنج عشان لو انا كنت مثلا بسنه رابعه والله درست هاي المعلومات لكن لما طلعت بسادسه مش متذكرها، لو في عندي بروتوكول مش مضطر انا اخزن كل هاي المعلومات بذاكرتي، في عندي جايدنس برجع له وبحدد بالضبط كيف بدي امشي مع هذا المريض.
اوكي. طيب ايش في عندي اديشنال لاب تيستس ممكن اطلبها للمريض وكل امتى اطلبها؟ هون بيحكوا لي مثلا في عندنا اديشنال مينتنس لابس غير الاي ان ار، يعني على الاقل لازم تنطلب مره بالسنه، من الهيموجلوبين، البليتلت، السيرم كرياتينين، هاي لاب تيستس ضروريه، ما تركوني كمان اروح ادور، خلص وجهوني. طيب كبيشنت ادوكيشن شو الاشياء اللي بدكم ياني انا اركز عليها بالبيشنت ادوكيشن للمريض؟ بيحكوا لي اهميه الفولو اب، اهميه المونيتورنج، اهميه الكومبلاينس، اهميه الدايت ريستريكشنز، البوتنشال فور دراج انتر اكشنز، البوتنشال فور ادفرس دراج رياكشنز. معناته انا بحط في بالي هاي المواضيع الاساسيه اللي لازم انا اناقشها مع المريض، ممكن احطها عندي على شكل تشيك ليست، احط صح 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 انه تمت مناقشه كل هاي الامور مع المريض. ما ننسى رابعة انه لازم يتم عملية دوكيومنتيشن لكل هذا الحكي اللي انا بحكي. هون حددوا لنا مثلا كل امتى لازم نراقب الـ INR، بعد ما يكون في عنا، بعد ما عملنا initiation of warfarin، اوكي after initiation، وفي عندي كمان for maintenance of warfarin، كل امتى نشيك الـ INR حطوا لي، ما تركوني هيك على يعني نحكي على حماها. اوكي، اذا وضحت بالنسبة لنا فكرة البروتوكول. رابعة، فكرة البروتوكول بتحدد لي ايش الاشياء المطلوبة مني، يعني اكون عارفها او عاملها كبيز لاين، نحكي مثلا لاب تيستس او فيزيكال اكزام او صور او ريفيو اوف سيستم، شو في اشياء اساسية لازم اكون عارفها عن المريض فور ذا ستارت اوف ذا ميديكيشن. هذا الحكي كمان في عليه عندنا، يعني انا شفته بمركز الحسين للسرطان رابعة، في عندنا بروتوكولات خاصة بالكيموثيرابي، كل دواء له بروتوكول. بيصير يحكي لنا مثلا انه بدنا مثلا سيسبلاتين على فرض، بدنا نكون عاملين تخطيط سمع قبل بداية الدواء، وبالإضافة لسيرم كرياتينين، وبدنا نكون ماخدين قراءات ضغط، ومثلا سي بي سي، وبدنا نكون ماخدين مثلا سي بي سي والدفرنشيال اند سو اون. وبصير يحكي لي انه اذا كانت قراءة سيرم كرياتينين اكثر من كذا ما تعطي الجرعة، اذا كانت قراءة النيوتروفيل اقل من كذا ما تعطي الجرعة. لاحظوا حتى لو انا اول مره لسه بدي اتعامل مع السيس بلاتين رابع، في عندي رؤيه واضحه انه ايش اللاب تيست شود بي مثلا اوردرد بيفور ذا ستارت اوف سيس بلاتين. بعدين امتى ابدا امتى ما ابدا، يعني ايش الحالات اللي بتمنعني اني ابدا بسيس بلاتين، بحط لي زي تشيك ليست. بعدين اذا قررت اني ابدا بحط لي طريقه حساب الدوز، وهاي الدوز مثلا ما بكفي اني انا احسبها لحالي، لا برجع كمان مره فارماسيست بشيك، يعني سكند فارماسيست بشيكها كمان مره وراه يتاكد من الكالكوليشنز. يعني الموضوع رابعه انه ما بده يكون، يعني بدنا نحاول نقلل من الثغرات اللي ممكن يصير من خلالها في عندنا ميديكيشن ايرورز. ففي عندي المفروض انه الهاي الات ميديكيشنز يكون فيها بروتوكول خاص فيها يوضح لي مين صلاحياته انه يعني يتعامل مع هذا الدواء، ايش البدايه، كيف بدي اعمل، من يعني كيف بدي اعمل بعدين مونيتورينج، ايش الاشياء اللي بدي اعملها مونيتورينج، كل امتى اعمل لها مونيتورينج. هاي الات ميديكيشنز معناتها اسوسييتد وذ انكريزد ريسك تو ديفلوب ادفرس دراج رياكشنز اف ان ايرور هاز اوكيرد وايل ديلينج وذ ذس ميديكيشن. طيب شو اعلم المريض، شو بدي يراقب المريض، شو بدي يتوخى المريض الحذر او الحيطه مثلا اثناء استخدام هذا الدواء. فهذا البروتوكول رابعه بيحدد يعني كل شهر دوره تتعلق باستخدام الميديكيشن. طيب في حدا عنده اي سؤال على مفهوم البروتوكول لهون؟ في حدا عنده اي سؤال؟ طيب نرجع نشوف كمان بالنسبه للهاي الات ميديكيشنز، برضو كمان من ضمن التعامل معهم رابعه موضوع الاستورج، موضوع الباكجينج، موضوع الليبرينج، موضوع الديسبنسينج، كمان في لها محاذير. من الاشياء مثلا المهمه ان لما نعمل ديسبنسينج للهاي الات ميديكيشنز لازم نحط عليهم ستيكر تكون مكتوب عليه هاي الات ميديكيشن. هلا كل مؤسسه بتحدد شو لون الستيكر، في ستيكرز بتكون لون اصفر، في ستيكرز بتكون لونها احمر، طبعا حسب شو مكتوب على الستيكر. مثلا الاحمر ممكن مكتوب عليه هاي الات ميديكيشن، في ستيكرز مثلا بتكون لونها اصفر مكتوب عليها مثلا كيب ان ريفريجريتور او مثلا يوسن كولد اريا، او يعني بيحددوا عليها. في مرات بيكونوا مثلا الستيكر الازرق بمستشفى الجامعه مثلا ساوند لايك لوك لايك ميديكيشن، وراح احكي عنه مالها كمان شوي. فالفكرة الرابعة انه في مجموعة من الستيكرز بنحدد لها الوان معينة، انه الستيكر الاحمر مثلا فور هاي الرت ميديكيشن، هاي الرت. بس في شغلة مهمة انه الهاي الرت ميديكيشن لما بدنا نحط على الليبل من برا، اذا كان الدواء بده ينصرف للمريض ما بنحط عليه هاي الرت عشان ما يخاف.
ولا بحكي له انه هذا الدواء هاي الرت. شو يعني هاي الرت؟ ما بتصور شو معنى كلمه هاي الرت. اوكي، بده يفهمها بطريقه معينه. فبس هاي بتنكتب مثلا للنيرس، تنحط على الباكج اللي بتروح للنيرس وهي تعمل ادمنستريشن للمريض. اما اذا كان دراج مثلا لا بده يروح للمريض، فما بنحط عليه هذا الستيكر. طيب الامبولانس كمان بنحط عليهم هاي الرت ميديكيشن بهاي الطريقه. رابعه، هلا في شغله مهمه، انه الليبل ما لازم يغطي معلومات اساسيه عن الدواء زي تركيزه، زي الباتش نمبر، زي تاريخ التصنيع او تاريخ الانتهاء الصلاحيه. بدي احطه بمكان رابعه، اكون حذره لما بدي احطه انه ما يخبي معلومات اساسيه تحته. اوكي، يعني طلعوا كيف هون حطوها هون على راس الامبول او الفيل، لانه معظم الحكي مهم جدا على هاي الامبول، ان كان اسم الدواء ولا تاريخ التصنيع ولا اشياء اخرى. على الشلف اللي انا مخزن عليه الدراجز اللي تعتبر هاي الرت رابعه كمان بحط ستيكر. لاحظوا هنا مثلا في عندهم على الشلف حاطين هاي الرت ميديكيشن، هاي الرت ميديكيشن عشان انتبه، برضو كمان عشان اضلني منتبه لما بدي اجي اطول الدواء انتبه وانا بسحب مثلا الدواء، اتاكد انه انا دبل تشيك السترينج، الدوز المطلوبه، اسم الدواء، شكل الصيدلاني للدواء، اتاكد انه انا مختار صح ولا مخربط بهاي الميديكيشن. طبعا كمان من الاشياء الاساسيه اللي مهمه بالهاي الرت ميديكيشنز لما نتعامل معهم، رابعه، انه قبل ما يعني قبل ما نطلع الدواء من الصيدليه لازم يكون في عندي سكند فارماسيست يشيك هل الدواء صح ولا خطا. مكتوب مثلا نحكي مثلا ديجوكسين 0.125 ملغ وانس ديلي تابلت، انا معطي تابلت ولا معطي كبسول، انا مختار 0.125 ولا مختار جرعه ثانيه مثلا، متأكد من هذا ديجوكسن؟ ملكي مش ديجوكسن. أوكي، فبالتالي كمان لازم يصير فيه عندي كاونتر تشيك للميديكيشن، it should be verified by another pharmacy staff، على أساس إنه ما نكون غلطنا بإنه اخترنا اسم الدواء المناسب، الجرعة المناسبة، الشكل الصيدلاني المناسب. أوكي، طيب نيجي كمان نطلع على في عندي هنا برضه كمان بروتوكول أخذته من ماليزيا، يعني عجبني كتير، حاطين يعني بطريقه تفصيليه how to deal with high alert medications starting from the storage لحد ما نصير الدواء مع المريض. من الستورج رابعه، اول شيء حكينا لازم يكون في عندنا ليبل على المكان اللي محطوطه فيه الهاي alert medications. المفروض انه كمان انه حتى الباكج اللي بدها تطلع يعني كل كونتينر بدها تطلع من الصيدليه بعيدا عن الشلف يطلع عليها الستيكر اللي حكينا انه هون بده يكون مكتوب عليه هاي alert medication. هلا في دراجز رابعه من الهاي الرت ميديكيشنز الانيشيال يعني المقطع الاول فيها خلينا نحكي بيشبه دواء ثاني ممكن يكون كمان هاي الرت، طلعوا كلمه الدوبامين دوبيوتامين حتى بالصوت بيشبهوا بعض. هون بيحكوا لنا انه لازم نستخدم طريقه معينه انه اكتب اول ثلاث حروف او اربع حروف بحيث يكونوا يعني كابيتال لتر والبقيه بكملهم سمول لتر. هذا هيك عشان هيك ينبهني يورجيني انه لو عيني زاغت لا ديري بالك دب غير عن دبيو، يعني طريقة الكتابة بالكابيتال لتر هيك بتلفت الانتباه انه ديروا بالكم في دواء بيشبه هذا الدواء. برضو كمان من الاشياء اللي عشان تمنع الميديكيشن ايرورز بالهاي الرت ميديكيشنز رابعة، انه ما يكون عندي بالفلور سواء كتمريض او صيدلة ما يكون عندي كميات كبيرة من الدواء، يكون عندي حاجتي فقط، ما احط كميات كبيرة، يظل الستوك بالستور واطلب حاجتي، يعني مثلا بطلب كل اسبوع الكميه اللي راح احتاجها خلال هذا الاسبوع، ما اطلب كميه مثلا للشهر. هذا الحكي رابعه، يعني كل صيدليه بيكون لها بروتوكول خاص فيها، انه احنا كل امتى بدنا نطلب من الستور، كل اسبوع، كل شهر، كل ثلاث شهور، هذا شيء هم بيحددوه حسب مثلا مساحه الصيدليه، حسب الصرف اللي عندهم اليومي، حسب السحب على هاي الميديكيشن، اوكي؟ هذا فيما يتعلق بالستورج. طيب في البريسكرايبنج، البريسكرايبنج رابعه لازم يكون عندي طريقه موحده لطلب هاي الادويه، يعني مثلا نكون محددين انه ايش العناصر الاساسيه اللي لازم تكون موجوده مثلا بالوصفه، هل لازم تكون برينتد ولا يقبل انها تكون مكتوبه كتابه بخط الايد، اذا كانت مكتوبه بخط الايد شو الاشياء الاساسيه لازم تكون متوفره، اذا كانت مطبوعه شو الاشياء الاساسيه لازم تكون متوفره. هلا في كثير وصفات مثلا هون بمستشفى الجامعه رابعه ما بتنصرف اذا ما كان مكتوب عليها كميه ومكتوب عليها عيار، ومكتوب عن اكيد يعني عيار، بس كميه لازم يكون مكتوب عليها مثلا انديكيشن واضح. اوكي، ففي طريقه معينه لازم يكون في عندي ستاندردايزد فورمز فور ريتن اوردرز اوف سايتوتوكسيك دراجز اند برينتال نيوتريشن مثلا، هذا يعني كشيء خاص من الميديكيشنز، كل مستشفى رابعه بيحدد شو الشيء اللي بده يعني يعمل له سبيسيفيكيشن
بالضبط، يمنع منعا باتا استخدام الابريفيشنز اثناء استخدام الهاي الرت ميديكيشنز، ومش بس على الهاي الرت، اجمالا الابريفيشنز ممنوعه. الاورال ليكويد ميديكيشنز ربع، افرض بدي اصرف ديجوكسين الكزير، ما بتنكتب الجرعه بوحده مل، بتنكتب بوحده ملي جرام، ما بتنكتب الجرعه بوحده مل، تنكتب عفوا بوحده ملي جرام. بس اجي اكتب دوز، ما في داعي اتفلسف واكتب 5.0 ملي جرام، 5.0 بجوز ما انتبه على البوينت 0 هاي، اقراها 50 ملي جرام. فبسموهم تريلينج زيروز، التريلينج زيروز ممنوعين بس الليدنج زيروز مطلوبين، الليدنج اللي هو بيكون قبل الفاصله العشريه 0.5. دائما بضل احكي للطلاب يعني باي رقم بدي اكتبه اذا كان في عندي كسر عشري دائما لازم احط الفاصله الصفر قبل المنزله العشريه، لانه الفاصله ممكن تضيع اذا ما كان قبليها الصفر اللي هو بسموه ليدنج زيرو. التريلينج لا، تريلينج زيروز ممنوعين، ليدنج زيروز مطلوبين. اوكي، هلا يفضل قدر الامكان ان تكون الاوردرز يعني كمبيوترايزد عشان كمان نقلل من فرصه انه يصير في عندنا بور هاند رايتنج وما نفهم ومس انتربريتيشن ومس اندرستاندينج للميديكيشن. اوكي، بالنسبه للهاي الرت ميديكيشن حكينا لازم عند التحضير يرجع حدا ثاني يشيك التحضيره. كيف لما بحكي عن تي بي ان مثلا بنعمل لها كالكوليشنز رابعه، كم نسبه الجلوكوز، كم نسبه الكالسيوم، كم نسبه الفوسفورس، كم مقدار الانجريدينتس المختلفه اللي بدي اللي تنضاف مثلا. انا بلشت في الحسابات ممكن اغلط، يرجع كمان صيدلاني وراه يحسب الحسابات ويقارن حساباتي بحساباته عشان اتاكد انه ما في عندنا خطا، لانه اي خطا صغير ممكن يعمل مشكله عند المريض. اوكي، بالنسبه لاي دواء نعمل عليه ديليوشن او تحضر مثلا يعني نعمل نحكي اكستمبورينيس بريبريشن، اوكي تزبنا عليه غيرنا عليه نعمل ديليوشن مثلا، بده يكون في عليه ليبل، والليبل يكون فيه عليه بيانات اساسيه واضحه بحيث ما يصير في عندي سورس اوف ايرور. واضح؟ اذا في عندي زي كانه نحكي في بروتوكول خاص يحدد لي كيف بدي اتعامل مع الهاي الرت ميديكيشن من ناحيه البريسكرايبنج الديسبنسنج الادمنستريشن البريبريشن الستورج وما على ذلك. بالنسبه للديسبنسنج رابعه بحكي لي انه لما نيجي نعطيها للي بدي ياخذها من عندنا، سواء الطبيب اللي بدي يعطيها او التمريض او مين مكان، بده يكون في عليها حكينا ليبل، الا اذا كان هذا الدواء رايح للمريض لا ما بحط هذا الليبل على الميديكيشن، لازم يتشيك قبل ما نعمل له ديسبنسنج. وكمان حكينا يعني الشخص اللي استلم مني الدواء لازم يرجع ويشيك انه استلم زي ما كان مطلوب ولا استلم اشي مختلف عن اللي كان مطلوب. اوكي، من حيث الادمنستريشن رابعة يعني في مجموعة من المعلومات لازم لما يجي مثلا التمريض بده يعطي الدواء للمريض يتأكد من اسم المريض، يتأكد من السترينج واسم الدواء الدوز الروت الريت، خاصة لما بحكي مثلا عن IV infusion انا لا بدي اطلع الاكسبيري ديت، كل هاي المعلومات لازم اشيكها قبل ما ينعطى الدواء للمريض. اذا كان المريض مركب مثلا اكثر من لاين، نحكي حاطين له مثلا IV لاين وحاطين له مثلا ابيديورال لاين، هاي اللاينز عشان ما يصير في عندي ميكسينج واغلط انا كتمريض او كمين الشخص اللي يعطي الدواء بغض النظر مين هو التمريض ولا صيدلاني، اروح اعطي اشي بده ينعطى برنترال كان لازم ينعطى IV اعطيه بديورال، ممكن يموت مباشرة المريض، او مثلا كان لازم ينعطى بديورال رحت اعطيته IV، ما بدي اخلط بين اللاينز خاصة لما يكون اكثر من لاين طالع من المريض، فبدي يكون ليبل واضح جدا على اللاين. واضح؟ يعني هاي المعلومات الأساسية اللي بدنا نعرفها، هاي هي الأشياء اللي أنا بدي أحكيها. هلأ في بعض الأدوية مرات رابعة بتنعطى انتراثيكال إبيديورال الكيموثيرابي ميديكيشنز، هاي الأدوية كلياتها لما بدها تنعطى بروتس نوعا ما تعتبر خطيرة، إبيديورال ولا انتراثيكال أو مثلا بدي أعطي كيموثيرابي دراج، مش أي حدا بيعطيها، مفروض يكون تريند بيرسونال، أوكي حدا عنده خبرة مش حدا لسه جديد. فيما يتعلق بالهاي الرت ميديكيشنز رابعة يمنع فيها ان يكون الاوردر فيربال، يعني دكتور جا عندي على الصيدلية حضر لنا سيسبلاتين بجرعة كذا 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 كذا، مش مكتوب الاوردر، نيفر ايفر يعني اوعكم ترضوا ان يكون الاوردر فيربال، لازم يكون مكتوب الا في حالات امرجنسي كيس هاي مسموح فيها رابعة، او ان يكون مثلا فون اوردر حضروا لنا فنلفرين المريض بده يموت بدنا نعطيه مثلا جرعة بحيث انه نرفع له الهارت ريت عشان يعني كإنعاش للقلب او كذا، هذا مقبول، بس الاصل انه ينعاد الاوردر
يعني انا مثلا في حد اتصل علي بدنا دواء كذا 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 كذا، طلب مني 50 ملي جرام مثلا او 50 مايكرو جرام. Do you mean 15 مايكرو جرام or 50 مايكرو جرام؟ اوكي، يعني انا طلبها من الدكتور وانا خفت هي 50 ولا 15 على التليفون ممكن ما تنسمع كويس. رابعة، احيانا كمان في عندي ادوية متشابهة بالاسم بلافكس بروداكسا. اوكي دكتور، انت بدك بلافكس بي ال اي في اي اكس which is كلوبيدوغريل، ولا بروداكسا بي ار اي دي اي اكس اي which is دابيجتران، ايش بدك؟ اي دواء اللي بدك اياه. فدائما رابعة لما يكون في عندي يعني هيك بخاف لازم اتاكد، لازم يكون في عندي ريبيت للاوردر. واحنا حكينا بس بيكون في حالات الامرجنسي، ولا الاصل انه ما نقبل اوردرز باي فون او فيربال، واضح؟ طيب البيشنت، نعم تفضل. يس يس. هلا في مرات انا بكون مركب له كانيولا، طب الكانيولا مربوط فيها اللاين اوكي اللي بينشبك مثلا مع الاي في فلويد او مع اي مثلا ميديكيشن بده ينعطى اي في، هذا لاين بيسموه. هلا هذا اللاين ممكن يكون وريدي يعني محطوط ضمن اي في اكسس من خلال الكانيولا، ممكن يكون لا ابيديورال يعني محطوط بظهر المريض مثلا، كيف الفيميلز اللي بيعملوا مثلا عمليات السيزيريان احيانا بيخلوا لهم ابيديورال لاين بحيث يعطوهم انالجيزيا فيه. ففي بربيش بالنهايه طالع من المريض، هذا البربيش هو داخل اي في، هو مش بربيش غلط بنسميه بهذه الطريقه واسمه لاين يعني. اوكي في انبوب طالع يا بيكون داخل مباشرة على البلوت يا بيكون داخل على السيريبروسبانال فلويد، من وين طالع أنا ما بعرف، يعني يمكن يكون مبين عندي بس طرفه بس أنا مش مبين ميز هو وين. فتخيل يكون مثلا الدواء بده ينعطى اي في وأنا راح أروح أعطيه مثلا إبيديورال أو العكس يعني أعكس. طبعا ممكن ما يكون في صلاحية أنه دواء الاي في يدخل إبيديورال والعكس كمان يكون صحيح، فهذا ممكن يعمل عندي مشكلة. فبالتالي لازم أكون حاطط ليبل إذا كنت هذا المرض فيه عنده two lines، واحد IV والثاني بديورال أو انترا أثيكل. أوكي كبيشنت education المهم نحكي للمريض إنه هذا الدواء مثلاً طالما إنه هاي alert معناته لازم ننبه المريض عليه إنه يعرف اسم الدواء، يعرف ليش تأخذ هذا الدواء، يعرف كم بدك تأخذه، كم بدك تستمر وأنت تأخذه، متى لازم تأخذه، وأعرف مثلاً كيف بدك تأخذ هذا الدواء، إيش الأثار الجانبية لازم تراقبها، شو الأشياء لازم تيجي تحكي لنا عنها. مثلا صار عندك كذا 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 مباشر لازم تبلغنا كهيلث كير بروفايدرز. اوكي كيف تخزن هذا الدواء، كيف تتخلص منه في حال صار في عندك كميات اضافيه من هذا الدرج. اوكي هذا فيما يتعلق بالهاي الرت ميديكيشن. اذا هاي الرت ميديكيشن لاحظوا رابعه في محاذير خاصه عند صرفها وصفها تحضيرها الباكجينج الليبلينج الستورج تبعها، حتى فيما يتعلق بالبيشنت ادكيشن لهاي الميديكيشنز. بالإضافة للهاي ألرت ميديكيشنز رابعا في عندنا كمان مجموعة من الدرجز إحنا كفارماسيست وكأطباء لازم نكون عارفينها بسموها الليست أوف بيرز كرايتيريا، أدوية خاصة رابعة. هاي الأدوية تعتبر not safe to be used in geriatric patients اللي هم عمرهم أكثر من 65 سنة. هلا أنا اليوم ما بدي أدخل بتفاصيلها، المرة الجاي بدي إن شاء الله يعني أحط لكم الجايد لاين وأورجيكم إيش المشكلة بهاي الميديكيشنز. تذكروا حكيت لكم في عنا الميوجيسيك أورفينادرين، أورفينادرين is one of the drugs هو مصر ريلاكسنت بس في عنده يعني significant anticholinergic adverse effects. It's one of the drugs that are not safe to be used in geriatrics، مع إنه نشوف إن الميوجيسيك ما ذين بيستخدموه هم الكبار بالعمر. راح أعطيكم إيش هم هدول الليست أوف ميديكيشنز. إذا جزء كمان من معرفتي أنا كدرج انفورميشن لازم أكون عارف which drugs are not safe to be used in geriatrics. ليش؟ لأنه هاي الميديكيشنز رابعة لما نستخدمها عند الجرياتريك بتكون احتمالية حدوث الأدفرس درج رياكشنز أعلى، وبالتالي كمان بحكولنا حاولوا تتجنبوا هاي الميديكيشنز عند الكبار بالعمر قدر الإمكان because they are source of adverse drug reactions. أوكي طيب بالنسبة للهاند رايتنج حكينا انه يعني يفضل انه تكون الوصفات كلها برنتنج برنتد عفوا. خليني احكي هلا النقطة المهمة اللي هي انه مين الابريفيشنز اللي ممنوع نستخدمها، لانه ممكن تكون يعني تساهم في انه يصير في عندي ميديكيشن ايرورز. هلا بدي احكي مجموعة من الاختصارات رابعة، وانا حكيت لكم هاي الاختصارات اللي بيعمل عليها ابديت واللي اخذتهم انا من عندهم، هما الانستيتيوت اوف سيف Medicine Practice ISMB، موقعهم ISMB.org.
Institute of Safe Medicine Practice ISMB.org. هذول الميديكيشنز هم رابعة هيهم، يعني اللي بيشوف انه مثلا والله انه السلايدات مش واضحة وحابب انه يدخلوا طولهم بامكانكم تطلعوهم، ادخلوا بس على Institute of Safe Medicine Practice واذا صح لكم تطبعوهم اطبعوهم او تنزلوهم على شكل PDF صفحة كاملة بيصير. اذا حسيت انه في عندكم مشكلة بعتولي وانا بنزل لكم اياهم صفحة كاملة، بس انا بحبش دايما اكثر عليكم ملفات حتى ما تحسوا انه في 100 ملف انا بدي افتحه لمحاضرة واحدة ولا لتبك واحد، بحاول قدر الامكان نكون كلياتهم جوا المحاضره، ما اضلش ارجعكم ارجعوا لهذا الملف ولهذا الملف ولهذا الملف. اوكي طيب، هلا نيجي نطلع الاختصارات الممنوعه الرابعه. اول اختصار ممنوع عندي رمز مايكروغرام، الرمز اللاتيني للمايكروغرام ممنوع استخدامها لانه ممكن حدا يقراها مليغرام. تخيل انا اكون بدي 100 مايكروغرام اصرف للمريض 100 مليغرام، معناته انا عم بعطيه فرق ما بين المايكرو والمليغرام كم ضعف رابعه. ما بين المايكرو والميلو كم ضعف؟ يعني كاني بسألكم 1000 ضعف. تخيل لما أنا أكون بدي 100 مايكرو جرام من فنتانيل أروح أعطي المريض 100 ميلي جرام أو فنتانيل، كم تحكوني؟ طب بالمنطق يعني في حدا بعطي 100 ميلي جرام فنتانيل؟ يمكن أنا صيدلاني والله غشيم ما بعرف، يمكن جديد. هو بالمنطق صح، يعني مستحيل يكون في 100 ميلي جرام فنتانيل. بالعادة الفنتانيل بنصرفش إلا بالمايكرو جرام، بس ما بدنا نعتمد دائما يا رابعة على هذا، يعني لأنه حكينا ممكن مرات أنا صح المنطق لازم يكون دائما حاضر، بس ممكن تكون لسه خبرتي في هذا المجال قليلة، فبالتالي لا بدي أبعد المصادر والشبهات عن أي خطأ ممكن يصير بالميديكيشنز. بكتبها MCG صراحة، MCG ما بكتب الرمز المايكرو جرام لأنه ممكن حدا يتخربط فيها ويفكرها ميلي جرام. أوكي ADSASAU إنه قصدي مثلا right ear left ear each ear، هدول ممنوعين. ليش؟ لأنه بشبههم كثير. ODOSOU هدول معناهم right eye left eye each eye، تخيلوا أحولها من إشي بالear لأي أو العكس، يعني سواء ADASAU أو ODOSOU أنا بحول ممكن من ear لأي أو من eye لear، فكل الاختصارات هاي يعني كلياتها ممنوعة. خلاص اكتبوا right eye left eye each ear each مش عارف، يعني كلاتهم انكتبوا صراحة ما في داعي انه نتخربط فيهم. BT قصدنا فيها big time ممنوعة، ممكن حدا يجي ويقرأها BID. طيب BID twice daily وbig time مرة واحدة عند النوم، انا حولت الدواء من مرة عند النوم لمرتين، this is a risk for an overdose صح؟ هذا بزيد احتمال يصير في عندي مشكلة بالميديكيشن. مكتب صراحة big time، بالتايم ما حتاخذ مني هالوقت الطويل عشان اكتب بالتايم، بس حتكلفني كثير لو انا كتبتها بيتي وانفهمت علي انها توايس ديلي. CC مثلا بدي اكتب، احنا حكينا الجرعات الهاي الرت ميديكيشنز مثلا، لا حكينا ممنوع نكتبها بوحده مل، تنكتب بوحده ملي جرام، بس على فرض بدي اكتب مثلا انا كم مل وكم ملي جرام، بدي اكتب التنتين عشان اريح الام، احكي لها الدكتور كاتب لك 50 ملي جرام واللي هي تعادل مثلا 15 مل، مو بكتب لها 15 سي سي، اكتب لها 15 مل، او للنيرس حتى للنيرس ما بنكتب سي سي رابعه كيبك سنتيمترز، لانه ممكن حدا يقراها يونت، بكتب مل صراحه بكتب مل. دي سي بتنفهم على معنيين رابعة، بتنفهم على معنى discharge ومعنى discontinue. تخيلوا أنا مثلاً الدكتور روح كاتب دي سي وقصده discontinue قصده discharge، وإحنا نروح نعمل discontinuation for the medication، أو العكس هو بدي يعمل discontinuation للmedication نروح نخرج المريض مثلاً، فدي سي من الاختصارات الممنوعة، بكتب discharge أو discontinue، مع إنه والله يعني في ملفات مستشفى الجامعة ما بنكتب إلا دي سي. IG اللي هي injection ممنوعة، ممكن حد يقرأها IV أو intrajugular. IN intranasal ممنوعة، ممكن حد يقرأها IM أو IV. HS half strength ممكن حد يقرأها يفهمها بمعنى bit time HS. HS small تنفهم كمان at bit time أو hours of sleep، ممكن حد يفهمها half strength. طبعا half strength و double strength مش عارف مين، هنقول في عنا المحاليل الوريدية بتيجي بهاي الطريقة، تيجي مثلا half strength double strength يعني مر مثلا هيك مرات بيكون مكتوب عليه، أو dextrose فبيكون مكتوب عليه مرات مثلا بيكون مكتوب عليه half strength و double strength ومش عارف ايش، عشان ما نخربط ونعطي تركيز أعلى من المطلوب أو أقل من المطلوب بكتب half strength صراحة.
اوكي، حكينا رمز انترناشونال لينت ممنوع على ان يعني بنفع عندي اكثر من طريقه. لينت حكينا ممكن تنقرا على انها زيرو، الاي يو ممكن تنقرا على انها اي في كمان، او ممكن تنقرا على انها 10. اوكي، فبكتب يونت، يونت صراحه او دي اللي هي سواء كانت سمول او كابيتال وانس ديلي، كمان ممكن حدا يغلط فيها ويفكرها رايت اي، لا بكتب ديلي او وانس ديلي. بيرقص اللي مقصود فيها باي ماوث او اورالي، ممكن حدا يقرا الاو اس على انها ليفت اي. اوكي، بكتب بي او او باي ماوث او بكتب اورالي. اللي كتب بيرقص بكتب بي او او بكتب باي ماوث او بكتب اورالي. كيو دي سواء كابيتال او سمول يعني افري داي، could be mistaken by QID. QID لي أربع مرات في اليوم، تخيلوا، فمن مرة لأربع مرات والله مشكلة، فبكتب daily. QHS nightly at bedtime could be mistaken as QHR يعني مرة كل ساعة، تخيلوا مرة كل مرة عند النوم أو مرة كل ساعة، مشكلة. QN nightly or at bedtime برضو كمان ممكن حد يقرأها QH وتنفهم علينا كل ساعة. QOD ممكن تنفهم اللي هي المقصود فيها every other day. هلا بكتبها صراحة every other day لأنه ممكن حد يقرأها على إنها daily. ف every other day و daily في فرق بيناتهم. daily بتزيد الريسك لا يصير في عندي toxicity of the medication. Q1D ممكن حد يقرأها QID تصير أربع مرات بدل مرة. Q6PM يعني هاي قصدهم فيها مرة مثلا every evening at 6PM كل يعني مرة واحدة الساعة 6 المساء، ممكن حدا يفهمها انه every 6 hours يعني تنقرأ انه لا اعطوا الدواء كل 6 ساعات، مشكلة. SCSQ SubQ قصدنا فيها subcutaneous مثلا عن insulin او heparin، ممكن حدا يقرأ SC sublingual تخيلوا. SQ ممكن تنقرأ 5 every، فبالتالي خلص ما نبعد عن هاي الاختصارات، نكتبها سبكت أو سبكوتينيسلي، سبكت أو سبكوتينيسلي. هاي مكتوبة سب كيو مزود صح، سب كيو نعم. SS يعني بدل سلايدينج سكيل ممكن حد يقرأها 55 صح، SS سلايدينج سكيل للإنسولين. SSRI سلايدينج سكيل ريجولر إنسولين. SSRI اللي ممكن حد يفهمها اللي هم Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. SSII برضو كمان ممكن حد يفهمها على اللي هو Local Solution هذا تبع اليود. يعني في اختصارات خلص ما بدنا نكتبها لما يكون في أكثر من معنى للاختصار، وبالتالي ممكن تتعدد الأفهام والتطبيق يختلف بما نبعد عن هاي الاختصارات. أوكي، يعني طلعوا عليها. بل عندي بس بدي أحكي هلأ بالنسبة للزيروز، التريلينج زيروز اللي هم لو 1.0 هاي ممنوعه، اما اللي قبل الفاصل العشريه حكينا مطلوب. اوكي، انتبه رابع على انه لما بدي اجي اكتب جنب الجرعه ملي جرام او مل ابعدها شوي عن الرقم عن الاسم الدواء عفوا، وخاصه اذا كان اسم الدواء بينتهي بحرف ال، مثلا لاحظوا انديرال وتجريتول، لو كنت انا مخلي ال40 مباشره جنب ال ممكن حدا يقراها على انها 140، او تجريتول ممكن تنقرا على انها 1300. تخيل بين 40 و 140 و 300 و 1300 فرق كبير واسع يعني بيناتهم، فاتركوا مسافة. برضو كمان ما بين الميليجرام والمل اتركوا مسافة. برضو كمان في بعض الأدوية رابعة بتيجي الدوز تبعتها بالملايين أو بمئات الألاف، 100,000 10,000 أو 100 أو مليون مثلا وحدة، زي بعض أنواع البنسلين زي مثلا هذا تبع الفطريات نسيت شو اسمه اللي أعطيتكم إياه نستاتن، جرعته بتيجي هيك في صفار كثيرة بتكون بالرقم، ما بترك الصفار بحيث انه تقرا تزغزغ العينيه، حط له هاي الفاصلة الفواصل اللي بتسهل قراءة هذا الرقم. أسماء الأدوية بالاختصار كلياتها ممنوعة عشان أنا ما أطول عليكم رابعة، كل الأدوية اللي ممنوع اختصارها وليش ممنوع اختصارها كلهم مكتوبين هون، ABAB مثلا كلهم مطلوبين، كلهم بدي تكونوا عارفين ليش ممنوع استخدم مثلا رمز MS أو MSO4. هو قصدنا في مورفين سلفيت ليش ممنوع؟ لأنه يعني ممكن حدا يفهمه مثلاً مغنيسيوم سلفيت، فكل هاتهم دولة كمان مطلوب ليش؟ لأنه لما بدي أحكي ممنوع هذا الاختصار ممكن حدا يحكي لي ليش؟ بدي أحكي له أنه ممكن بعض الناس تفهمها على أنه هذا الدواء مش هذا الدواء، بالتالي ممكن يصير فيه عندي medication error. إذا list of abbreviations الممنوعة رابعة كل هاتها مطلوبة منها. هنا السيمبلز رابعة أجي أكتب مثلاً رمز at
عشان أحكي إنه آت كمان ممنوع، وليش ممنوع؟ كلياتهم مكتوبين هون، ليش هاي الاختصارات ممنوعة؟ أكبر وأصغر ممنوع تنكتب بالرموز، تنكتب صراحة، واضح؟ إذا جزء كمان من الأشياء إذا أنا بدي أتبعها إنه أنا بدي أكون عارف إنه في اختصارات ممنوعة، هاي الاختصارات لو أنا بتبعها ممكن تنفهم بأكثر من طريقة، فبالتالي ممكن تكون source of medication error. كنت أتمنى لو إنه خلصنا اليوم، بس يظهر إنه لسه في عنا حكي على الموضوع. المرة الجاية إن شاء الله بنكمل بهذا التوبك ورح نبدأ توبك جديد. قبل ما أنهي، في حدا عنده أي سؤال على محاضرتنا لليوم رابعة؟ في حدا عنده أي سؤال على محاضرتنا لليوم؟ في حدا عنده أي سؤال على محاضرتنا لليوم؟ واضح؟ طيب. طيب في شغلة بدي أنبه عليها رابعة، لاحظت إنه في بعض الطلاب بدخلوا آخر دقيقتين، يعني قبل ما أنا أحكي يلا يعطيكم العافية بكون دخل وطلع. هلا هو ببين عندي حاضر، بس بالتايم ببين عندي إنه داخل آخر المحاضرة، هذا لا يعتبر حضور. أوكي، هذا لا يعتبر حضور. عدا عن إنه مايكروسوفت تيمز رابعة بالاتندنس ليست لما بنزلها بيحكي لي كل حدا متى دخل متى طلع، لو دخل وطلع عدة مرات بكون مبين عندي، فأتمنى ما حدا يدخل ويطلع عدة مرات. يعني شو بتروحوا بتعملوا؟ لأن في ناس أوكي مبرر، أنا بعرف إنه نفس اللي عنده النت برجع يدخل، بس يعني هاي الأشياء أنا بتابعها. برجع بأكد على إنه موضوع الحضور والغياب رابعة، يعني ديروا بالكم عليه، ما حدا يدخل لي بآخر آخر المحاضرة ويحكي أنا كنت حاضر، هذا لا يعتبر حضور. أوكي، يعطيكم العافية. نعم. ما في مشكلة، ما في مشكلة، أنا بسمح بالتعويض، ما في مشكلة. يعطيكم العافية.